خليني أبدأ مع حضرتك، إيه الفرق بين اللي بيحصل في لبنان وبين ما يحدث في غزة؟ لا، هو مفيش فرق كتير. مفيش يعني فرق. يعني ما يحدث في غزة منذ 8 أكتوبر هو محاولة من نتنياهو ودولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية تحت حجج متعددة. لذلك النظر ل 7 أكتوبر منفصل عن تاريخ الصراع من 48 حتى هذه اللحظة هو تحليل غير دقيق. نتنياهو ودولة الاحتلال لم تعطي للشعب الفلسطيني أي حقوق. نفس الأمر داخل لبنان، الحديث حوالين 17/01 في لبنان اللي هذا القرار صدر في أعقاب الانسحاب أو الحرب 27 يوم في 2006. إسرائيل لم تطبق هذا القرار حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ما زال هناك 13 نقطة من نقاط اللي هي بتبدأ في ترسيم الحدود أو ما يسمى بالخط الأزرق من البي بي 2 حتى البي بي 38 أو نقطة العلامة 38. حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تنسحب من هذه النقاط. حتى هذه اللحظة هناك بلديات وقرى لبنانية، ما كانش على مزارع شبعة، مزارع شبعة قصة أخرى وقضية كبيرة فيها، لكن أنا بتكلم على بناء على ترسيم الهدنة 89 اللي وقع ما بين الاحتلال البريطاني والفرنسي في ترسيم الحدود ما بين الأرض المحتلة أو فلسطين وداخل لبناني، والتي تم إقرارها في اللجنة الأمنية المشتركة الإسرائيلية اللبنانية في 49 ثم تبعتها في 61. حتى هذه اللحظة إسرائيل ما زالت محتلة كرة داخل الجنوب اللبناني. ومن ثم إسرائيل لن تحترم لا حقوق الشعب الفلسطيني ولا حتى الحقوق اللبنانية في عملية الانسحاب. لا التزمت بقرارات منذ قرار 7 يونيو أو 5 يونيو 67 اللي هو قرار 242 بالانسحاب والعودة لما قبل 5 يونيو 67 وصولا بمجمل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية. حضرتك تقصد طيب ان هو ما فيش فرق بين ما يحدث في جنوب لبنان وبين ما يحدث في غزه من حيث اختراق الذرائع؟ صحيح، الذرائع لتنفيذ هذه الاجنده. بمعنى ان الحديث الان على محاوله دخول او الحديث حوالين حزب الله بالمقاومه بما يفعله من دوله الاحتلال هو نفس الامر اللي اعلنته دوله الاحتلال في 78 ودخولها لما يسمى بالمنطقة العازلة تحت مسمى مواجهة المقاومة الفلسطينية ومنظمة فتح أو حركة فتح ومنظمة التحرير، والتي أعقبها الدخول أو الاجتياح في بيروت في 82 اللي أسفر على خروج ياسر عرفات والمجموعة من بيروت إلى تونس في هذا الأمر. نفس الحجة التي اتخذتها إسرائيل في عام على إيد الغضب في 96 هي نفس الحجة التي اتخذتها إسرائيل في عام 2006، ومن ثم هي نفس الحجة أو الذريعة التي تختلقها دولة الاحتلال لمحاولة تنفيذ الأجندة. ما هو الأجندة أو ماذا تريد إسرائيل من غزة وما تريد إسرائيل حتى من لبنان؟ ما تريد إسرائيل من غزة يعلم نتنياهو شخصيا. خلينا نقف هنا، أن احنا بنتكلم على هذه الحرب الأخيرة وهذا العدوان الأخير في مختلف شوية عن باقي تاريخ الصراع. نحن نتعامل مع سيكولوجية شخص، يعني دائما لما مختلف مع ان حضرتك بتقول ان احنا ما ينفعش نفصله عن ما حدث. صحيح، الجزء الوحيد المختلف ان احنا كنا دائما لما نيجي نضع تقديرات ننظر الى ما تسمى دولة الاحتلال. للمسد بيفكر ازاي، الشباب بيفكر ازاي، المؤسسة العسكرية، المجلس الوزراء، الكنيسة. الان احنا نتعامل مع شخص بعد سيكولوجي نتنياهو، يعي جيدا نتنياهو ان وقف هذه الحرب تعني ليس خروجه من السلطه ولكن دخوله للسجن، وليس هو فقط، هو وزوجته، ان برضه زوجته متهمه بالقضيه الفساد. فمن ثم احنا نتعامل مع شخص ينفذ قرارات حتى لو كانت على خلاف بعض التقديرات التي تخرج من داخل دوله الاحتلال نتيجه بقائه على السلطه في هذا الامر. ده الجزء المختلف نسبيا عن باقي التعامل مع رؤساء دوله الاحتلال في الصراعات الماضيه.